سيناء أرض الفيروز، قلب مصر، روحها اللي بتشهد كل يوم تغيير كبير جدا علشان بكرة، من مشروعات ضخمة غيرت شكل الحياة هناك. الدولة شغلت قطار التنمية في كل حتة في سيناء، في البنية التحتية، زراعة، إسكان، كهرباء، مية، كل ده عشان سيناء تبقى جزء مهم من مستقبل مصر. في وسط كل ده ايد بتبني وبتزرع الامل في كل مكان، مع الايد التانية اللي بتحمي وتحافظ على امان ارض الفيروز. خلينا نتابع. سيناء أرض القمر كما سميت منذ 5000 عام، قلب مصر النابض وصاحبة تاريخ من العزيمة والتحدي. هذه البقعة الأهم على خريطة مصر كانت دائماً رمزاً للصمود، واليوم تشهد تحولاً عظيماً نحو المستقبل من خلال مشروعات عملاقة أعادت تشكيل وجهها ووضعتها على طريق الأمل. قطار التنمية انطلق في سيناء التي تشهد نهضة شاملة تطال كل جوانب الحياة. مشروعات البنية التحتية العملاقة تقرب المسافات وتنشر الحياة في هذه الأرض الواسعة، من أنفاق شمال الإسماعيلية إلى شبكات الصرف الصحي العملاقة في مدينة الطور وقرية الوادي وغيرها. سيناء تضيء بآفاق جديدة. في الإسكان تم إنشاء تجمعات حضرية تحافظ على التراث والأصالة وتنقل سكان سيناء إلى حياة كريمة. هذه المشروعات توفر بيئة متكاملة تضمن للأهالي فرصاً جديدة للتنمية والمشاركة الفاعلة في النهضة. الزراعة في سيناء تشهد تطوراً غير مسبوق، حيث تحولت آلاف الأفدنة من الصحراء إلى مساحات خضراء، وتم استصلاح واستزراع أكثر من 450 ألف فدان في مناطق مثل سهل الطينة، جنوب القنطرة، وبئر العبد. هذه المشروعات الزراعية جعلت سيناء في سباق دائم بين اللونين الأصفر والأخضر. ولتنمو هذه المساحات، تم تطوير الترع ومصادر المياه، مثل ترعة الشيخ جابر ومحطة معالجة بحر البر، مما يضمن إمدادات مائية مستدامة لهذه المشروعات. كما تم إنشاء أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على ساحل شمال سيناء، ومحطات تحلية في طابة وغيرها من المناطق. الكهرباء تلعب دوراً حيوياً في دعم التنمية مع مشروعات ضخمة تشمل تطوير ميناء العريش البحري ومطار العريش وجامعة العريش، بجانب تعزيز الشبكة الموحدة للكهرباء وإنشاء محطة توليد كهرباء العريش الغازية. ولمواجهة السيول وأخطارها، تم تنفيذ 473 مشروعاً شملت بناء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات لتخزين مياه الأمطار، مما يوفر مصادر دائمة لخدمة الزراعة والتنمية. هذه الجهود جعلت من سيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر جزءاً استراتيجياً من خطة التنمية الوطنية، وتسعى الدولة لدمج أبنائها وربطها بشرق الدلتا وبقية البلاد. وتجاوز إجمالي الإنفاق على هذه المعركة الخضراء 650 مليار جنيه. في كل مكان في سيناء يد تبني وتزرع وتنشر الأمل، بجانب اليد التي تحمل السلاح للدفاع عنها.